هل يصح أن تقام العادات العشائرية أو العراضات داخل المستشفيات حيث يرقد المرضى ومن يحتاجون إلى الراحة؟ دعونا نشاهد. حبيب حيلك يا أبو محمد، حبيب حيلك يا أبو محمد، كل أولاد حسين حيلك يا أبو محمد، كل أولاد حسين حيلك يا أبو محمد. الباري يحب المصر، حسيت ويحب الديوان، الباري يحب المصر. حيلك يا أبو محمد، حيلك يا أبو محمد.